على رزقك انا هجوز ولدك يعني واحده شبه المذيعه منى الشاذلي، عارفها؟ عارفها دي اجمل مذيعه. بسم الله ما شاء الله عليها، يعني الدنيا كلها عارفها، وعامله شعرها كاريه زي الاستاذه والله. عارف البنات الحلوه دي هل قدامك دي؟ تمام، انا قادر اجوزك واحده منهم. يبقى خدمتنا. بس دول مش هينفعوا مع مرتك. ليه؟ دي بنات فافي بتكلم انجليزي. يعني ممكن تاجي مرتك الصبح تقول لها قومي يا رودي احل بالجاموسه، تقول لها يا ام سوري اي كان نوت. برضه مش هينفع. تمام، بعد كده اصبر انا هجوزك بنت بسطاوي شبه المذيعه منى الشاذلي، دي صديقه مش حته الاستاذه منى الشاذلي. تمام يا حاج. احكي لك عرفتها ازاي؟ اهم حاجه برضه انا عايز اعرف. دي الاستاذه منى الشاذلي طبعا جات تعمل برنامج في معبد الكرنك عندنا، تعرف بيتنا جنب معبد الكرنك. صح. طبعا لتنشيط السياحي. تمام. أمي شحته جاية من المستشفى. تمام. قابلتها الأستاذة منى. قالت لها أي نيد بريكفاست. إنجليزي يعني. خلاص أكلمك عربي. أنت تتكلم بس. طبعا أمي شحته قالت لها هي البريكفاست ده، قالت لها عايزة أفطر يعني عايزة مطعم. تمام. قالت لها إزاي أنت في بلد الكرم الأقصر وتروحي مطعم؟ لا هو الصح. لازم تاجي تفطري عندين. صح لازم تضيف. اصبر التقيل جاي ورا. تمام. المهم جابتها البيت، طبعا انت عارف يعني احنا اهل الكرم الاقصر. ايوه طبعا. عملت لها طبعا فطير مشلتت وفول. تمام. وعسل. من الموجود يعني. والموجود. تمام. وراحت ندهت علي ام شحته يا دي نوبي. تمام. وقالت لي يا حاج دوي روح فوق السطح نزل بلاص المش. هالمشكله كلها فوق السطح دي. طبعا نزل ليه يا ابوي؟ قالت لي عشان الاستاذ تدوقه يعني. تمام. قلت لها يا ابوي مش هتنفع الاستاذة منى الشاذلي تاكل مش. ايوه صح. دي بتتعب من الكابتشينو. هتاكل مش. تمام يا حاج دوبي. تمام يا حاج. المهم قالت لي يا اخي خلي تدوقه، تدوق اكلنا. تمام. المهم قلت لها يا ابوي مش هينفع. المهم قالت لي لا خلي تدوقه. المهم حطت الطبق المش القديم قدامها. وعارف تقول لها هي؟ تقول لها دي طحينه. طب وهاي ده كلام. المهم الاستاذة منى راحت طبعا خدت معلقه. المهم قعدت الاستاذة منى عجبها المش القديم تاعنا، قعدت تاكل 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 تاكل، وفجأة مصطفى يا نوبي. تمام. المهم بصت في الاستاذة منى وراحت قالت لي مين طفى النور؟ يا ساتر يا رب. طبعا اول ما قالت مين طفى النور وبعد كده قلت لها استاذه ما فيش النور شغال. شغال. تمام. المهم طلعنا بها على المستشفى. تمام. خدناها على المستشفى والمهم يعني رجعت في الاسعاب وقلت لها يا استاذه قومي هتودينا في داهيه. المهم بصت في كده وقالت اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل واغمى على هاتف. دخلنا الاستقبال يا نوبي. تمام هذا. المهم علقوا لها محاليل. تمام. والدكتور طبعا ادها يعني فاقه. طبعا قال لها اسمك مين يا استاذه؟ قالت له لميس الحديدي. ما فاقتش. لا ما المش طبعا خلاها جابت القديم والجديد. مشكله. طب انت واحده قلت لك قالت لك عايزه واحده زباله وعايزاني حته توست. جيبي لها مش. جيبي لها مش. ينفع. طبعا جاء ضابط المباحث عمل لي محضر حيازة مش بدون ترخيص. والله.